السيد أحمد السعدون من أيام ذكر أن المشاركة في الانتخابات ترشحا أو انتخابا هي شرعا للفساد الذي يدمر البلد وتصفية للبلد. طبعا هذا بالنسبة لهم آرائهم، أنا لا أقدر يعني أصادر عليه رأي أي شخص منهم رأيه، لكن أنا يهمني رأيي أنا الشخصي. أنا أعتقد أن الدخول هو لمحاربة الفساد، ولا نفترض أن الناس الشريفة النظيفة تبي تدخل علشان تشرع من الفساد، أبدا. أمر لا، أصلا هذا منطق يعني مغلوط ومقلوب. يعني شلون واحد جاي يسأل الإصلاح راح يأتي لشرعنة الفساد؟ منطق أحمد السعدون مغلوط. ما قاله أحمد السعدون أنا لا أتفق معه فيه أبدا، لأن يعني شخص نظيف شريف يبيدش علشان يصلح يصير شرع الفساد. قاعد يتحدى السيد أحمد السعدون من سيشارك في الانتخابات القادمة، وقال أتحدى من سيشارك بأن يعلن ليقول سأشارك وسألغي جميع ما أقر من ممارسات. لا، أنا أعتقد السعدون كلامه هذا ينطلق من أنه لن تصل أغلبية تستطيع أن تفرض الإصلاح مثل ما الناس تبي. قد لا تصل أغلبية، وقد لا تستطيع المجموعة الإصلاحية اللي توصل أنها تقر أمور إصلاحية، قد لا تستطيع بسبب وجود أغلبية غير منسجمة معها، ولكنها حتما ستوقف الفساد، حتما ستوقف الفساد، لأن صاحب الحق قوي حتى وإن كان قليل. لا يمكن أحد. الشيء الثاني، من حق الشعب الكويتي أنه يرى وهو خارج المجلس أن هناك فئة وإن كانت قليلة داخل المجلس تحارب من يعمل باتجاه الفساد أو لشرعنة الفساد. طيب.